أنا ما زلت أذكر، أنا ما زلت أذكر الزنزانة رقم 19 في سجن القلعة، يوم دخلتها لأول ليلة في حياتي وأغلق الباب علي وحدي والظلام جالس، وأخذت أتحدث حوائطها كيف أنام وأين الفراش الذي أنام عليه وأين القبلة ليصلي لله وأين الماء لأتوضأ، وخلعت ملابسي وفرشتها وطويت عمامتي ووضعتها تحت رأسي ونمت ليلتها أشكو لربي ظلم العباد، وقبل أذان الفجر بقليل رأيت في المنام أبا بكر الصديق أمام قبر رسول الله، أمام قبر المصطفى، أمام قبر المصطفى، أبو بكر أمام قبر المصطفى، وتذكرت يوم جلس أبو بكر في الغار فالمسلم، وقال له الرسول لا تحزن إن الله معنا، وقال لي أبو بكر يا هذا النبي يقرأك السلام ويقول له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وعلمت أن هناك مددا من الله وأن الله لا يتخلى عن عباده الضعفاء.